الثنايا مع انطلاقات الكبار ومنافسات فحول المستقبل مع أيضا هذه الانطلاقة المميزة. نتواصل مع هذه الشعارات، مع هذه الأسماء الكبيرة والمتواجدة للسجلات الحافلة التي شاهدناها في الأعوام الماضية مع سن الصغر بانطلاقاتها الذاتية وبعروضها المميزة وسجلاتها الحافلة بعدة نواميس على أرضية ميدان التحدي وفي المحافل المحلية والخارجية. ننطلق مباشرة مع الصدارة لنتابع أول المراكز والمقدمة والصدارة. تواجد شمردل تعود الملكية لعبد الله بن راشد بن سيف الجفالي النعيمي، وتغيرت أمور الصدارة من شعار بن سفران مع المركز الأول. لينطلق العذب على المركز الأول مصفر بن علي بن مصفر بن سفران المري، وعلى المركز الثاني بهذه اللحظات من ينطلق مجانبا ومنطلقا من الجانب الأيمن لينحجب رقم عنا. نتواصل مع المركز الثالث لنتابع شمردل عبد الله بن راشد بن سيف الجفالي النعيمي، والمركز الرابع رابع التحديات رابع المراكز. التواجد من قبل مغادر احمد بن محبوب مسعود الرمزاني النعيمي، والمركز الخامس يتواجد غيث لراشد بن شفيع بن راشد الف هيد المري. ونتمنى السلامه لغيث من يتواجد على المركز الخامس. هذه هي الاسماء الخمسه، وعندنا المركز الثاني من انطلق بدور الاول المراكز من يحمل الرقم 11 ذيبان لسالم بن زايد بن حسن العتيبي، من يقدم لنا ذيبان من انطلق برقص جميل على أرضية هذا الميدان مع المركز الأول ليقدم لنا هذا الأداء المميز بقيادة سليمة لمجريات هذا الشوط مع أول المراكز. ذيبان على المركز الأول، تعود الملكية لسالم بن زايد بن حسن العتيبي ثاني المراكز. يتواجد بهذه اللحظات العذب لمسفر بن علي بن مسفر بن سفران المري، والمركز الثالث أول الغادمين بهذه اللحظات. على المركز الثالث مغادر لأحمد بن محبوب بن مسعود الرمزاني النعيمي، والمركز الرابع نتابع قيث لراشد بن شفيع بن راشد الثيد المري، والمركز الخامس وصل للطام خليفة بن أحمد بن علي الضابط الدوسري وحسن بن حبتر المريخي من يقوده بعملية التضمير، ومن يقدم لنا هذا البطل المتواجد للطام بالفعل على المركز الخامس. انتصفت هنالك بدأت تقترب انتصاف الميدان على أرضية هذا الميدان، وتحت خف القعدان المتواجدة والمنطلقة بدأت الأسماء تتغير شيئا بشيء مع تغيير الشعارات وانطلاقة الأسماء. لينطلق مع الصدارة والمقدمة ذيبان، وليتواجد غيث بمنافسة شيقة وجميلة ما بين ذيبان وما بين انطلاقة غيث. ذيبان على الصدارة على المقدمة وغير بهذه اللحظات، يبدو بأن مجانبا له تغريبيا على خط مستقيم. يتواجد على المركز الأول بالفعل ذيبان لسالم بن زيد بن حسن العتيبي. على المركز الأول ثاني المراكز يتواجد غيث لراشد بن شفيع بن راشد ألف هيد المري، وثالث التحديات بدأ ينطلق من المركز الخامس حتى وصل ثالث المراكز شعار بن ضابط مع لطام على المركز الثالث بالفعل خليفة بن أحمد بن علي الضابط الدوسري حسن بن حمتر المريخي من يقوده بالتضمير، وعلى المركز الرابع من يحمل الرقم 14 وبرالي سعود بن ناصر بن كليفيق العتيبي. لأول ندى يصل شعار بن كليفيق لينضم مع الأسماء المتقدمة. خامس المراكز يتواجد بهذه اللحظات مغادر أحمد بن محبوب بن مسعود النعيمي، والأسماء قادمة النعيمي، الأسماء آتية لا محالة خلف الخمسة الأسماء المتقدمة. شعارات لم يحن موعد تواجدها بالنداء، شعار بمسعود قادم وشعار أيضا وشعارات قادمة ومتواجدة بهذه اللحظات. شعار بن زايد واصل مع الأسماء التي تتواجد خلف الخمس
المراكز الأولى وأول الغادبين، وصل شعار بن مسعود لينضم مع الخماسية المسيح. يا سلوم هملول، هملول وصل ليصول ويجول كما صال مع سن الإجداء، ويقدم لنا هذا الأداء المميز لعلي بن مفخوت بن مسعود المري مع المركز الخامس. ينضم على اسماء، تغيرت أمور الصدارة، انطلق للطام مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط خليفة بن أحمد الضابط الدوسري مع المركز الأول. ثاني المراكز يتواجد الجذاب، وصل الجذاب، وصل أحد الأسماء الغوية المتواجد لعلي بن سالم بن جلال بن سالمين المري مع المركز الثاني، أحد الأسماء المرشحة. والمركز الثالث يتواجد غيث راشد بن شفيع بن راشد الفهيد المري مع المركز الثالث. المركز الرابع يتواجد من الجانب الأيمن في هذه اللحظات وبرالي سعود بن ناصر كلفيخ العتيبي. والمركز الخامس يصل مثير خالد بن سعيد الزايد الهاجي، ونعود مع الجذاب من افتتح مجريات الكيلومتر الأخير. هذا هو الجذاب وانطلاقته مع المركز الأول، بدأ يجذب كاميرات وشاشات التلفاز مع انطلاقته ومع مقدمته هذا الشوط، وجذب الجماهير بأدائه وبعرضه التلقائي مع المركز الأول ومع الصدارة. سجلات حافلة، سجلات حافلة بالإنجازات، بأيضا الانطلاقات الرائعة والإنجازات المستمرة. خبروني عنه قبل الانطلاقة، قالوا الجذاب متواجد بانطلاقاته مع هذا الشوط، وأيضا رشحوه الخبراء، رشحوه الزملاء مع أيضا في عربة النقل والإذاعة. هذا هو الجذاب وانطلاقته مع المركز الأول والصدارة والمقدمة بانفرادة تامة عن بقية الأسماء المتواجدة. إذن هذا هو الجذاب بانطلاقته على المركز الأول، صاحب نقاط الموسم الماضي، ووصيفا أيضا للسيارات بانطلاقته مع أول المراكز ومع المقدمة. غيث قادم وهنالك القدوم المثير، ولكن يبدو بأن الشوط شوط الجذاب، الشوط شوط الجذاب، إن لم يكن هنالك رأي آخر من الأسماء القادمة والواصلة. وصلوا هل الطلايب، شعار بن كليفيخ قادم مع المركز الثاني. نهني ونبارك لمالك الجذاب علي بن سالم بن جلال بن سالمين المري على حصول جذاب على المركز الأول. الثاني المراكز وصل وبران لسعود بن ناصر بن كليفيخ الاتيه، المركز الثالث مثير خالد بن سعيد الفهيد الزايد الهاجي، المركز الرابع قيف لراشد بن شفيع الفهيد المري، المركز الخامس كان الوصول من غيب الخامس المراكز مغادر لراشد بن علي بن صالح بن جرحب المري. إذا مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، شاهدنا منافسة شيقة على أرضية ميدان التحدي في رابع انطلاقات هذا اليوم مع سن الثنايا، ونتابع معكم ملخص هذا الشوط والانطلاق المميز لهذه الشعارات والأسماء الكبيرة. إذا توقيت الجذاب بثمان دقائق أربع ثواني 25 جزء من الثانية. ثاني التركات لعلي بن سالم بن جرال بن سالمين المري على حصول جذاب على المركز الأول. ثاني المراكز كان الوصول من قبل وبران، ثمان دقائق خمس ثواني 96 جزء من الثانية. ثاني التركات لسعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي، وصل مثير على المركز الثالث، وكان توقيت الزمن ثمان دقائق ست ثواني 78 جزء من الثانية. ثاني التبريكات لخالد بن سعيد بن فهيد الزايد الهاجري على حصول مثير على المركز الثالث. متواصلين مشاهدينا الأعزاء، والحفل الكريم في يوم الكبار، في يوم حافل بالمنافسة، شهدت أرضية ميدان